السلام عليكم. أنا الطالب عبد الله محمد، أحد الطلاب العرب الوافدين إلى جمهورية الهند، ولاية تامل نادو تشيناي. الحمد لله وبفضله أنهيت دراسة الماجستير تخصص مايكروبيولوجي لعام 2017-2019 من جامعة بيس عبد الرحمن للعلوم والتكنولوجيا، School of Life Science B.Sc. Abdur Rahman, Crescent Institute of Science and Technology. رسالتي لإخواني وأخواتي العرب الراغبين في إكمال دراستهم العليا سواء كانت الماجستير أو الدكتوراة، الالتحاق بجامعة B.Sc. Abdur Rahman للعلوم والتكنولوجيا، كون هذه الجامعة واحدة من أفضل الجامعات على مستوى الهند بشكل عام وعلى مستوى ولاية تامل نادو بشكل خاص، كونها تتمتع بطاقم تدريسية عالية الكفاءة والتخصص، بالإضافة إلى معامل وأجهزة طبية مواكبة للبحث العلمي، بالإضافة إلى البنية التحتية الرائعة من منشآت طبية وكذلك من منشآت رياضية ومنتزهات وتسويق. إذا كنت أحد الطلاب الراغبين في التسجيل في هذه الجامعة، عليك زيارة الموقع الإلكتروني لهذه الجامعة المتوفر أسفل الفيديو. أتمنى لكم التوفيق والنجاح في حياتكم العلمية والعملية. أخوكم عبد الله محمد.